أهلا بكم تلاميذ الحلوين، اليوم إن شاء الله سوف نكمل سلسلة الدروس التفاعلية لمادة الرياضيات. معكم معلمة المادة ورود حسين. حبايب الأبطال الحلوين، اليوم درسنا إن شاء الله هو الدرس الثالث من الفصل السابع، قياس الطول بالسنتيمتر. مثل ما متعلمين بالدروس السابقة، يجب أن نراجع الدرس السابق وبعدها ندخل بدرسنا لهذا اليوم. نراجع الدرس السابق وهو الوقت بربع ساعة. حبايب الأبطال، الساعة تتكون من 60 دقيقة، الساعة تتكون من 60 دقيقة، تمتلك ميلان، ميل صغير ميل الساعات، وميل كبير ميل الدقائق. هذا هو الميل الصغير ميل الساعات، والميل الكبير ميل الدقائق. ميل الساعات اللي هو يكون باللون الأحمر، وميل الدقائق باللون الأصفر. حبايب الأبطال، إذا كان ميل الساعات اللي باللون الأحمر على الاثنان، والميل الأصفر اللي هو ميل الدقائق على الـ12، تكون الساعة الثانية ضبط. تكون الساعة الثانية ضبط لأن يكون الميل على الـ12 ميل الدقائق، نسميها ضبط. هاي هنا نسميها ضبط. إذا كان ميل الدقائق اللي هو باللون الأصفر الشاهد هو أمامكم على 6، هاي نسميها نصف. نسميها نصف، نقول الساعة الثانية والنصف، أو نقول ساعة 2:30 مثل ما تقولوها يا حلوين. لكن بالساعة الإلكترونية رح يكتب لكم 2 بهذا الشكل، رح يكتب لكم 2، وهنا عندكم نقطتين هاي وبعدها النقاط اللي خلي لكم إياها الفاصلة ما بين الساعة وبين الدقائق، وثلاثون دقيقة هكذا يكتبها بالساعة الإلكترونية. لكن بالساعة اليمين نقراها 2:30، أي بمعنى الساعة الثانية وثلاثون دقيقة. لاحظوا يا أبطالي، الساعة الثانية هنا أيضا عندنا الميل الساعات اللون الأحمر، وأيضا ميل الدقائق باللون الأصفر، على اثنينهم على الرقم 3، على 3. إذن كيف نقرأ هذه الساعة؟ نقرأها الساعة 3:15 أو نقول 3:15، يعني قلنا من يكون ميل الدقائق على 3 نسميه ربع، إذا كان على 12 نسميه ضبط، إذا كان على 6 نسميه نصف، إذا كان على 3 نسميه ربع، إذا كان على 9 نسميه إلا ربع. إلا ربع أي بمعنى 45 دقيقة. لاحظوا يا أبطال حلوين ماما، إن هنا عندي أني ميل الساعات اللي هو باللون الأحمر على الساعة ما بين، لاحظوا مو مباشرة ضبط على 5، لا ما بين 5 و4. وهنا عندنا الميل الثاني الآخر على الميل الدقائق على 9، نقراها إلا ربع، هي نقراها 5 إلا ربع، لكن من نكتبها بالدقائق 4:45. دائما يا حلوين من تشوفون ميل الدقائق على 9 والميل الآخر مثلا نقول هنا على 5، نرجع ما نقول إحنا هنا نقولها بالدقائق، نقول 4:45، نروح على الأصغر، نروح على الأصغر من عدها، نقول 4:45. لكن من نقراها بالميل، بالميل الساعة، نقول ساعة 5 إلا ربع، 5 إلا ربع أي بمعنى 4:45. هذا كان درسنا السابق يا أبطال حلوين. قلنا الساعة تتكون من 60 دقيقة، الربع ساعة 15 دقيقة، النصف 30 دقيقة، وإلا ربع 45 دقيقة. هيا يا أبطال نشاهد فيديو يوضح قياس الطول بالسنتيمتر. كيف سنجد ما طلبته المعلمة؟ نحن بحاجة لمساعدة أزرق. أهلا بسلمى وقيس، ماذا تفعلان؟ لقد طلبت منا المعلمة أن نبحث عن وحدات دقيقة غير التي تعلمناها في الصف الأول لقياس الطول، ونحن نبحث عنها. ها؟ لدي فكرة. ما هي؟
سآخذكما إلى متحف الرياضيات العجيب. هذا المتحف يحتوي على كل أدوات الرياضيات وقوانينها المتكلمة، وستجيبنا إن سألناها أي سؤال. هذا رائع. أهلاً وسهلاً، أنا المتر وهذه المسطرة، ونحن من عالم الأطوال. نحن بحاجة لمساعدتكما في حل المشكلة، فقد أرادت معلمتنا أن نبحث عن وحدات دقيقة لقياس الطول. انظرا جيداً إلي، فأنا مقسمة إلى وحدات دقيقة ومتساوية، وكل وحدة تسمى السنتيمتر. فالمسافة من الصفر للواحد تمثل سنتيمتراً، والمسافة من الواحد للاثنين تمثل سنتيمتراً واحداً أيضاً، والمسافة بين الصفر إلى واحد مساوية تماماً للمسافة بين واحد إلى اثنين، ومساوية للمسافة بين الاثنين والثلاثة وهكذا. واحد سنتيمتر، اثنان سنتيمتر، ثلاثة سنتيمتر، حتى نصل إلى 30 سنتيمتر. أها، أي أن طول المسطرة هو 30 سنتيمتراً. نعم، أنا طولي 30 سنتيمتراً، وهناك مساطر أخرى طولها 20 سنتيمتراً، وأخرى طولها 15 سنتيمتراً، ومساطر مختلفة الأطوال. يا ترى ماذا نستطيع أن نقيس بالسنتيمتر؟ أنا يا سلمى أداة استخدم لقياس الأطوال القصيرة كطول القلم والكتاب والدفتر، وأنا مقسمة إلى وحدات معيارية ومتساوية تسمى كل منها سنتيمتر. وماذا يعني معيارية؟ يعني أن طول كتابك سيكون نفس الطول حتى لو استخدمتني في القياس أكثر من مرة، أنت أو غيرك. إذن أفهم من كلامك يا هذا رائع. أهلاً وسهلاً، أنا المتر وهذه المسطرة، ونحن من عالم الأطوال. هنا أن نبحث عن وحدات دقيقة لقياس الطول. انظرا جيداً إلي، فأنا مقسمة إلى وحدات دقيقة ومتساوية، وكل وحدة تسمى السنتيمتر. فالمسافة من الصفر للواحد تمثل سنتيمتراً، والمسافة من الواحد للاثنين مساوية تماماً، وهكذا. واحد سنتيمتر، اثنان سنتيمتر، ثلاثة سنتيمتر، حتى نصل إلى 30 سنتيمتر. أها، أي أن طول المسطرة هو 30 سنتيمتراً. نعم، أنا طولي 30 سنتيمتراً، وهناك مساطر أخرى طولها 20 سنتيمتراً، وأخرى طولها 15 سنتيمتراً، ومساطر مختلفة الأطوال. يا ترى ماذا نستطيع أن نقيس بالسنتيمتر؟ أنا يا سلمى أداة استخدم لقياس الأطوال القصيرة كطول القلم والكتاب والدفتر، وأنا مقسمة إلى وحدات معيارية ومتساوية تسمى كل منها سنتيمتر. وماذا يعني معيارية؟ يعني أن طول كتابك سيكون نفس الطول حتى لو استخدمتني في القياس أكثر من مرة، أنت أو غيرك. إذن أفهم من كلامك يا مسطرة أن السنتيمتر وحدة معيارية لقياس الأطوال القصيرة. هذا صحيح، أحسنت. وأنت أيها المتر إلى ماذا مقسم؟ أنا أيضاً مقسم إلى وحدات دقيقة ومتساوية تسمى كل منها سنتيمتر، ولكن عدد السنتيمترات لدي أكثر وتصل إلى 100 سنتيمتر، والمئة سنتيمتر تمثل وحدة جديدة للقياس تسمى المتر، لذلك سموني متراً. هل تقصد أن كل 100 سنتيمتر يساوي 1 متر؟
نعم يا سلمى، المتر يساوي 100 سنتيمتر، وأنا أستخدم لقياس الأشياء الأطول كطول الباب، السبورة، الغرفة، حتى طولكم أنتم. إذن أنت أيها المتر وحدة معيارية دقيقة لقياس الأطوال الطويلة. قيس، لقد وجدنا الوحدات الدقيقة لقياس الأطوال. وجدنا الوحدات الدقيقة لقياس الأطوال. نعم نعم، في المتر والسنتيمتر وحدات دقيقة معيارية لقياس الأطوال. وأيضاً تعرفنا أن واحد متر يساوي 100 سنتيمتر. فإذا كان لدينا شيء طوله متران، هذا يعني أن طول هذا الشيء 200 سنتيمتر. هيا نعود إلى المنزل، أريد أن أخبر أمي. حبايب الأبطال الحلوين، مثل ما شاهدنا فيديو تحدث عن قياس الطول بالسنتيمتر، فكرة الدرس لهذا اليوم أتعرف السنتيمتر وأستعمل المسطرة لأقيس الطول. تكون مسطرتنا بجانبنا يا حلوين حتى نتمكن من قياس الكتاب ومن قياس القلم. يلا يا أبطالي، أستعمل السنتيمتر لأقيس أطوال الأشياء القصيرة. أستعمل السنتيمتر لأقيس أطوال الأشياء القصيرة. ولكي أقيس طول القلم بالسنتيمترات، فإنني أضع صفر المسطرة عند طرف القلم. نضع صفر المسطرة عند طرف القلم مثل ما موضح أمامكم بالصورة، وأقرأ العدد المقابل للطرف الثاني للقلم. أي يا حلوين، لاحظوا يا أبطال بجانبكم بالكتاب، صفحة 116 116 طرف القلم على صفر المسطرة، والثاني على 16. إذن طول القلم هو 16 سنتيمتراً. طول القلم 16 سنتيمتراً. فقرة أتأكد يا حلوين، أستعمل المسطرة لأقيس طول القلم بالسنتيمتر. أول نقطة محلولة بالكتاب، أول نقطة حالها بالكتاب، طول القلم هو 11 سنتيمتراً يا حلوين. لاحظوا يا أبطالي كيف يقيس، كيف نقيسها؟ أن يكون عندي أنا طرف القلم على الصفر اللي هو المسطرة، يكون الصفر المسطرة، والطرف الثاني للقلم نوصله إلى هكذا، يتم القياس إلى الرقم الموجود بالمسطرة بشكل أفقي. تمام يا حلوين؟ إذن الطول هو 11 سنتيمتراً، طول القلم 11 سنتيمتراً. نقطة رقم 2، ما هو طول القلم يا أبطال حلوين؟ ما هو طول القلم؟ يلا يا ضي. نعم سانسي. أهلاً يا ضي، أهلاً يا حلوة. يلا حبيبتي ماما، نقطة رقم 2، أقيس طول القلم 14 سنتيمتر. أحسنت يا حلوة، بارك الله فيك يا ضي ماما، 14 سنتيمترا هو طول القلم. سنتي حبيبتي، حبايب الأبطال كيف نقيس؟ يعني أني أستخدم القلم، طرف القلم يكون بالصفر اللي موجود بالمسطرة، والطرف الثاني نأخذ خط إلى حد المسطرة، نشوف إلى أي عدد مكتوب بالمسطرة. أوله نقطة رقم 1 إلى 11، نقطة رقم 2 كان طول القلم 14 سنتيمترا، هذا القلم الثاني، القلم الأول كان طوله 11 سنتيمترا. فقرة أحل، أستعمل المسطرة لأقيس الطول بالسنتيمتر. أستعمل المسطرة لأقيس الطول بالسنتيمتر. يلا يا أبطال حلوين، نقطة رقم 3، نقطة رقم 3 يا أبطالي. يلا يا داني علي. نعم سانسي. أهلا يا دنو. يلا يا حلوة، نقطة رقم 3. عشرون. قيسيها مرة أخرى، قيسيها مرة أخرى حبيبتي. 22
سنتيمتران. أنت يا حلوة، بارك الله فيك يا دنو. يلا يا أبطال نقيس الملعقة، طول الملعقة يا أبطال حلوين. يلا يا أبو الحسن. نعم سنتي. يلا يا أبو الحسن حبيبي، رقم 4، قيس طول الملعقة. كم هو طول الملعقة يا أبو الحسن؟ كم؟ 13. ممتاز يا بطل، بارك الله فيك حبيبي، أحسنت يا شطور. نقطة رقم 5 يا أبطال حلوين، نستعمل المسطرة لنقيس طول القلم. يلا يا غياث. نعم سانسي. يلا يا بطل حبيبي، نقيس طول القلم باستعمال طيب ما جايب مسطرة، بس من الكتاب مو اكو مسطرة جواها مكتوب. نعم. هو 12 سنتيمتر. يا بطل بارك الله فيك حبيبي، سنت يا بطل 12 سنتيمتر. يا ابطال حلوين، نكتب الحل في الكتاب صفحة 117. 117 يا حلوين. ممتاز يا دانيا علي، ممتاز يا لمار، ممتاز يا علي رضا، ممتاز يا أريج حارث، ممتاز يا كوثر. ممتاز يا أبو الحسن، ممتاز يا رهف، بارك الله فيكم حبايب الأبطال، ممتاز يا أبي، ممتاز يا محمد رضا. حبايب الحلوين أسألكم سؤال، هل من الممكن أن أقيس طول، مثلا ممكن أنتم تقيسون طولكم بالسنتيمتر بالمسطرة أم لا؟ بماذا نستخدم السنتيمتر؟ بقياس طول الأشياء الكبيرة أم الصغيرة؟ يلا يا مصطفى بشار. نعم كونتي. يلا يا مصطفى البطل حبيبي ماما، بماذا نستخدم السنتيمتر بقياس طول الأشياء الكبيرة أم الصغيرة؟ الكبيرة. السنتيمتر وليس المتر. القصيرة. أحسنت يا بدر، أطول الأشياء القصيرة. أحسنت حبيبي، بارك الله فيك يا مصطفى. أحسنت يا بطل. حبايبي الأبطال حلوين، يعني هسه واحد من يريد يقيس طوله يريد يعرف ايش قد طوله، نقدر نستخدم المسطرة؟ لا، لأن كل مسطرة بيها قياسات معينة، أكو قسم 30 سنتيمتر، أكو 10، أكو 15، أكو 20 المسطرة، لكن أنا إذا أريد أقيس الطول بالمتر، أقيس الأشياء الكبيرة، مثلا إنه أنا أريد أقيس غرفة أريد أعرف إنه هاي إيش قد مساحتها، بمن أقيسها مو بالمسطرة، لا، أستخدم المتر، لكن المسطرة أستخدمها لقياس الأشياء، أطوال الأشياء القصيرة، أطوال الأشياء الصغيرة، ممكن أستخدمها لقياس الملعقة، لقياس القلم، لقياس الفرشاة اللي واضحة أمامنا، لقياس المطرقة، لقياس الدفتر، الكتاب، الكراس، ممكن أستخدم المسطرة لقياس هذه الأطوال القصيرة الصغيرة يا حلوين. لكن أنا إذا أريد أقيس مساحة معينة، مساحة غرفة أريد أقيسها، لازم نستخدم المتر، لازم نستخدم المتر مثل ما موضح كان عندنا بالفيديو. افتح الكاميرا يا فطومة حبيبتي، ارفعي لي كتابك امام الكاميرا، كذلك زينب حيدر، كذلك جنة وحسين علي. حبايبي الابطال افتحوا كاميراتكم ماما، ارفعوا الكتاب امام الكاميرا حتى اعرف انه انتم كملتوا كتابه.
ممتاز يا فطومة، بارك الله فيك حبيبتي ماما. حبايبي الأبطال، موضوع قياس الطول بالسنتيمتر موضوع جدا جدا بسيط وسهل، ممكن تستخدمون هسألتكم جميعكم، إنه اللي يكون بجانبه مسطرة يقيس قلمه، كل واحد يقيس لي قلمه، بيرفع لي إيده ويقول لي كم قياس قلمه من خلال الشاشة. يلا يا أبطال حلوين، يلا يا هاجر. ٣٣ سنتيمتر. أحسنتي يا حلوة، بارك الله فيك يا هاجر، أحسنتي حبيبتي. ١٣ سنتيمتر طول قلم هاجر. يلا يا أريج حارث. ١٧ سنتيمتر. سنتي يا حلوة، طول قلم أريج هو 17 سنتيمترا. يلا يا كوثر. نعم سانس. يلا يا حلوة، قصتي قلمك يا كوثر، كم طول القلم؟ 17 سنتيمتر. سنتي يا حلوة، بارك الله فيك يا كوثر حبيبتي. يلا يا نوح. 18. سنت يا بطل، بارك الله فيك يا نوح. يلا يا ضي. 2 سنتي. يلا يا ضي حبيبتي، كم طول القلم؟ 13 سنتيمتر. سنت يا حلوة، بارك الله فيك حبيبتي ماما. حبايب الأبطال، مو شرط القلم، ممكن نقيس الكتاب، ممكن نقيس الدفتر. يلا يا لمار. نعم سانسي. يلا يا لمورة حبيبتي، قسي الكتاب أم القلم؟ القلم. كم قياس القلم يا حلوة؟ 19 سنتيمتر. بارك الله فيك حبيبتي لمورة. يلا يا داني علي. نعم سانسي. يلا يا دنو حبيبتي، كم قياس القلم؟ 11 سنتيمتر. سنتي يا حلوة، بارك الله فيك حبيبتي. يلا يا محمد رضا. يلا يا حمود البطل. اللي يحب يشارك حبايب الأبطال يرفع ايده من خلال الكاميرا يا حلوين، أنا دا أشاهدكم بالكاميرا يا أبطالي. يلا يا فطومة. نعم سانسي. يلا يا حلوة، قستي القلم أم الكتاب؟ القلم. يلا يا حلوة، كم قياس القلم؟ ستي متر. سنتي يا حلوة، بارك الله فيك يا فطومة. يلا يا غياث. نعم سانسي. يلا حبيبي غياث، كم طول قستي القلم أم الكتاب أم الدفتر؟ القلم 17 سنتيمتر. أحسنت يا بطل، بارك الله فيك يا غياث. يلا يا علي رضا. 16 سنتيمتر. أحسنت يا علاوي، وبارك الله فيك حبيبي. بارك الله فيكم يا أبطال حلوين. إذن حبايبي، إذن نقيس أطوال الأشياء القصيرة بالسنتيمتر، بالسنتيمتر، وأطوال الأشياء الكبيرة بالمتر. يعني أنا من أجي أرد أقيس حجم مساحة غرفة أقيسها بالمتر، لكن من أرد أقيس طول القلم، الملعقة، الكتاب، الدفتر، هذه أقيسها بالمسطرة بالسنتيمتر.
يلا يا زنوبة. نعم سانسي. يلا يا زنوبة، كم طول القلم؟ 18 سنتيمتر. شكرا لك يا زنوبة. حبايب الأبطال حلوين، هيا نشاهد فيديو يوضح قياس الكتلة بالأغرام. 30 كيلو مترا تقريبا. أحسنت يا ليلى، والآن سننتقل لشرح وحدات قياس الكتلة. هذا هو الميزان ونستخدمه لقياس الكتلة. وما هي الكتلة؟ الكتلة مقدار ما في الجسم من مادة. نعم، فلكل جسم كتلة مختلفة عن غيره، أليس كذلك؟ هذا صحيح، فكتلة الريشة تختلف عن كتلة المبرة، لذلك نستخدم الميزان لمعرفة قياس الكتلة. انظروا إلى الخاتم والقلم والتفاحة، فهي أجسام صغيرة تقاس بوحدة الجرام. لكن لقياس كتلة البطيخة والدجاج والسمكة نستخدم وحدة الكيلوغرام ويساوي 1000 جرام. ما وحدة قياس الكتلة الأنسب لقياس هذه الأشياء؟ البطيخة والخروف تقاس كتلتهما بوحدة الكيلوغرام، والدبوس والإسوارة تقاس كتلتهما بوحدة الجرام. أحسنت يا سلمى. عيدة مرة أخرى يا أبطال حلوين. 30 كيلو مترا تقريبا. أحسنت يا ليلى، والآن سننتقل لشرح وحدات قياس الكتلة. هذا هو الميزان ونستخدمه لقياس الكتلة. وما هي الكتلة؟ الكتلة مقدار ما في الجسم من مادة. نعم، فلكل جسم كتلة مختلفة عن غيره، أليس كذلك؟ هذا صحيح، فكتلة الريشة تختلف عن كتلة المبرة، لذلك نستخدم الميزان لمعرفة قياس الكتلة. انظروا إلى الخاتم والقلم والتفاحة، فهي أجسام صغيرة تقاس بوحدة الجرام. لكن لقياس كتلة البطيخة والدجاج والسمكة نستخدم وحدة الكيلوغرام ويساوي 1000 جرام. ما وحدة قياس الكتلة الأنسب لقياس هذه الأشياء؟ البطيخة والخروف تقاس كتلتهما بوحدة الكيلوغرام، والدبوس والإسوارة تقاس كتلتهما بوحدة الجرام. أحسنت يا سلمى. ثلاثون كيلو مترا تقريبا. حبايب الأبطال حلوين، الدرس الرابع من الفصل الرابع هو قياس الكتلة بالأغرام. فكرة الدرس أقدر الكتلة وأقيسها بالأغرامات. المفردات هي الكتلة والأغرام. المفردات درسنا هي الكتلة والأغرام. أتعلم أستعمل الكتلة للتميز بين الأشياء الثقيلة والخفيفة، وأقدر الكتلة الخفيفة باستعمال الأغرام. حبايب الأبطال، كتلة الأشياء الخفيفة أستخدم الأغرام حتى أعرف تقديرها، حتى أعرف أقدرها إنه هذه بمن أستخدم. أستخدم الأغرام حتى أتمكن من معرفة قياسها كم هي. لاحظوا يا أبطال، هنا عندنا بالصورة اللي أمامكم، بالصورة بالكتاب، صفحة 118. لاحظوا يا أبطال، هذا أمامنا، شو نسميه؟ نسميه الميزان. هذا هو الميزان. أكو ميزان هذا الإلكتروني، وأكو ميزان ذي الكفتين. إذا شايفيه عد اللي أبو الخضروات موجود ميزان ذي الكفتين، وأيضا موجود بالأسواق. واحد ممكن يريد يأخذ يشتري شيء، فمن يوزن الشيء بمن يوزنه هذا الميزان، حتى يعرف قياسه، إيش قد واحد أخذ، حتى تمكن معرفة القياس من خلال استخدام الميزان. هذا الميزان الرقمي، وأيضا يوجد ميزان بكفتين. إذن حبايب الأبطال، فقرة أتأكد وحوط التقدير الأنسب للكتلة. قلنا نقيسها بالأغرام، الأشياء الخفيفة نقيسها بالأغرام. عندنا هنا حبة فراولة واحدة، فقط حبة فراولة واحدة أقدرها، هل هي 4 غرامات أم 40 غراماً؟ حبة فراولة واحدة. يلا يا زنوبة.
نعم سانسي. يلا يا زنوب أحوط التقدير الأنسب للكتلة. عندي حبة فراولة واحدة، هل هي 4 غرامات أم 40 غرام؟ 4 غرامات. ممتاز يا حلوة، بارك الله فيك يا زنوبة. يلا يا مصطفى بشار. نعم سانسي. يلا يا مصطفى حبيبي، ما فقرت أتأكد نقطة رقم 2. عندنا هنا أمامك ألبوم صور حبيبي. نا هذا ألبوم الصور يكون ثقيل، هل هو قياس 8 غرامات أم 800 غرام؟ 8 غرامات. هنا لحظة حبيبي، هذا ألبوم الصور، من يكون ألبوم الصور شنو يكون، خفيف أو ثقيل؟ ثقيل. إذن كم؟ 8 أم 800؟ 800. ممتاز يا بطل، بارك الله فيك حبيبي مصطفى، 800. فقرة أحل صفحة 119، أحوط التقدير الأنسب للكتلة. أمامنا ملعقة، الملعقة هل هي 40 غراما أم 400 غرام؟ الملعقة تكون جدا خفيفة يا حلوين. يلا يا عبد الله غسان. نعم سانسي. يلا يا عبود، الملعقة 40 غراما أم 400 غرام؟ سانسي دعوة 40 غرام. سانسي يا بطل، 40 غراما. أمامنا بيضة، البيضة هل هي 50 غرام أم 5 غرامات يا حلوين؟ يلا يا أبطالي. يلا يا نوح. سانسي 50. أحسنت يا بطل، بارك الله فيك يا نوح. يلا يا جنة علي. نعم سانسي. يلا حبيبتي جنو، أمامنا هنا الخاتم، هل هو 6 غرامات أم 6 غرامات؟ ممتاز يا حلوة، بارك الله فيك يا جنو، أحسنتي حبيبتي. القلم، يلا يا أبطال حلوين نقدر قياس القلم. أريد الأبطال اللي ما شاركوا أبد بالدرس يا حلوين. يلا يا ياسر. يلا يا ياسر. يلا حبيبي قياس القلم، نقدر قياس القلم، محوطة التقدير الأنسب للكتلة. 20 كيلوغرام. كيلو لو 20 غرام. 20 غرام يا ياسر، أحسنت يا بطل، بارك الله فيك حبيبي ماما. يلا يا محمد رضا. نعم سانسي. يلا يا حمودي البطل حبيبي، أحوط التقدير الأنسب للكتلة البرتقالة، هل هي 130 غرام أم 800 غرام؟ 800 غرام. برتقالة واحدة، فقط حبة برتقالة واحدة. 130. أحسنت يا بطل، بارك الله فيك حبيبي ماما. يلا يا فطومة. نعم سانسي. يلا حبيبتي فطومة، أمامنا هنا القدح، هل هو 900 غرام أم 100 غرام؟ 100 غرام سانسي. أحسنتي يا حلوة، بارك الله فيك يا فطومة. عفوا يا وردة. حبايب الأبطال، الحل بالكتاب، نحوط المقدار الأنسب للمثل، للملعقة، للبيضة، للخاتم، للقلم، البرتقالة، وللقدح. يلا يا حلوين في صفحة 119 يا أبطالي.
حبايب الأبطال، يعني هنا عندنا إحنا برتقالة اللي هي حبة واحدة، هنا شنو تكون؟ تكون خفيفة، لكن من واحد اللي يأخذ أكثر من حبة، اثنان أو ثلاثة أو أربعة، هاي راح تكون عندنا قياسها بالكيلو، لكن مو أنه عندي حبة واحدة راح تكون خفيفة، نقيسها بالغرام. الخاتم أيضا بالغرام يعني يكون خفيف، قلم عندي أيضا بالغرام، البيضة بالغرام، الملعقة كذلك. لكن من يكون عندي شيء أكبر أو أكثر، يعني هنا عندي من يكون عدد برتقالات أكثر، لا أقيسه هناك بالكيلو وليس بالغرام. تمام يا أبطال حلوين؟ عندي حبة برتقال واحدة. ممتاز يا علي رضا، ممتاز يا لمار، ممتاز يا داني علي، ممتاز يا فاطمة الزهراء، ممتاز يا رهف، ممتاز يا هاجر، ممتاز يا ضي، أين زي المدرسة يا داني علي؟ ممتاز يا أريج حارث، ممتاز يا أبطال حنونة، بارك الله فيكم جميعا، أحسنتم يا أبطالي. اللي عنده أي سؤال ممكن يكتب سؤاله بالشات حبايبي وأجاوبكم على أسئلتكم يا أبطال. إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم يا حلوين، شكرا لكم يا أبطال، كنتم رائعين متميزين، شكرا لكم يا أبطالي.